الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم نستغفرك لذنوبنا ونتوب إليك يا رب العالمين، فتب علينا وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. ونحن بدأنا في بيان فصل في بيان النجاسات وإزالتها، وانتهينا من التعريف. وتعريف النجاسة لها تعريفان، تعريف قصير سهل، وهو كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. كل مسلم يبقى حافظ التعريف ده. ايه هي النجاسة؟ واحد يسألك ايه هي النجاسة؟ تقول له كل مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني حيث لا رخص، لأنه ممكن تبقى في بعض الأحيان معفوات، يبقى في نجاسة والصلاة صحيحة برضه. وجود جرح مثلا وضمادة وناشع منه دم وصديد، هي دي نجاسة، لكن الصلاة صحيحة لأن في رخص، رخصة الجرح. يبقى النجاسة هي كل مستقدر يمنع من صحة الصلاة إذا كانت على البدن أو الثوب أو المكان حيث لا يوجد رخص، يعني لا يوجد عفو من الشر. وفي التعريف الطويل اللي هو شرحه في الكتاب، اللي هي كل عين يحرم أو حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. شرحناه بالتفصيل. كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار، عشان يخرج حالة الضرورة فيدخل الميتة في النجاسات، حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، عشان في بعض النجاسات يصعب تمييزها فلا يدركها الطرف يعفى عنها مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها، عشان يخرج الريق ويخرج الدموع ويخرج المخاط، كل ده مستقذر لكنه مش في النجاسات، لا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، عشان يخرج النباتات السامة طاهرة بالرغم سميتها، ويحرم تناولها أيضا لسميتها لا لنجاستها وهي طاهرة. فالتعريف كان تعريف يحاول العلماء في أن يكون جامعا مانعا، يجمع كل أفراد المعرف ويمنع دخول غير المعرف فيه، يسموه جامع مانع. اليوم نكمل بعد ذلك قول المصنف والشارح، ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. السبيلين اللي هو القبل والدبر. وكل مائع خرج من السبيلين نجس. هو صادق بالخارج المعتاد، يعني الكلام الضابط ده او القاعدة دي اللي بيقولها. الضابط معناه قاعدة كلية. كلمة ضابط يعني مش ضابط ملازم اول وملازم تاني، لا، ضابط يعني شيء يضبط الامر، يعني قاعدة كلية. كويس. فهذا الضابط صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط، وبالنادر كالدم والقيح، لان نادر الانسان يخرج منه دم او قيح من القبل والدبر، ده نادر لكن بيحصل.
فيدخل النادر والمعتاد. المعتاد اللي هو البول والودي والمذي والغائط إلا المني، لأن احنا قلنا كل ما كان أصلا أصل خلقة كالمني والبيض طاهر، إلا من الإيه؟ من الكلب والخنزير، وما تولد من أحدهما أو من إيه؟ منهما أو من أحدهما، إلا المني من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وخرج بالمائع الدود. ممكن يخرج دودة شريطية، دودة بتعمل الدبر، مش كده برضو؟ والدودة احنا قايلين انها طاهر لانها حية، تخرج حية بتلعب كده، واحنا قايلين ان كل حي طاهر ما عدا الكلب والخنزير. يبقى خرج، اما يقول مائع خرج الدود. وكل متصلب لا تحيله المعدة. واحد بلع زرار، زرار قميص، فضل نازل نازل لحد ما ينزل مع البراز، او ده متصلب، ده متنجس لكن مش نجس، يعني لو خدته غسلته تستعمله، مش كده برضو؟ فيبقى اما يقول مائع هنا خرج كل متصلب لا تحيله المعدة، يعني لا تغير اصله ولا تهضمه. فهمت ازاي؟ كل متصلب، بلع 10 ساغ، بلع شيلن، بلع زرار، بلع حباية قمح وراحت آية نزلت حباية القمح زي ما هي لسه ما انتفختش، بحيث لو زرعتها تتزرع تبقى متصلبة. لو بذور الطماطم لا تحلها المعدة ونزلت، بحيث لو زرعتها تتزرع تبقى متنجسة وليست نجسة. كويس؟ متنجسة بس، يعني ممكن تشطفها كده وخلاص وتستعملها، أو بلع خرز أو أي شيء من هذه الأشياء. وخرج بمائع الدود، وكل متصلب لا تحيله المعدة، يعني ما تهضموش أو تغير طبيعته، فليس بنجس بل متنجس، يطهر بالغسل. وفي بعض النسخ وكل ما يخرج، بدل وكل ما خرج، في بعض النسخ بيقول لك وكل ما يخرج بلفظ المضارع وإسقاط مائع، يعني بعض النسخ قال كل ما يخرج من القبل والدبر، ما قالش بقى وكل ما خرج أو وكل مائع خرج من السبيلين، ما قالش مائع وقال بالمضارع وكل ما يخرج وما قالش مائع. في نسخ تانية من المتن اللي هو الغاية والتقريب أيلة كده، بس النسخة الأولانية أدق، وهيقول لك كده في الحاشية. وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم واجب. احنا عندنا جميع الأبوال والأرواث نجسة، حتى من مأكول اللحم، حتى من مأكول اللحم عند الشافعية كده، عشان كده بيقول ولو كان من مأكول اللحم، كأنه بيرد على الملكية وبيبين تميز مذهب الشافعية عن مذهب المالكية في هذه المسألة. فالشافعية عندهم جميع أبوال والأرواث نجسة مطلقا، إلا من الأنبياء، إلا الأنبياء بس مستثنون من ذلك لكرامتهم، وأدلة أخرى هنقراها في الشرح. وغسل جميع الأبوال والأرواث، لان دي خرجت ايه؟ خرجت من السبيلين، مش كده برضو؟ الابوال والارواث، فطالما خرجت من السبيلين لو حلت على محل يجب غسل هذا المحل. وغسل جميع الابوال يعني غسل المحل الذي وقعت عليه جميع الابوال والارواث، لانه انا حاجة اخد البول اغسله ولا بغسل المحل اللي وقع فيه؟ اغسل المحل. يبقى هنا نفهم على طول غسل جميع الابوال والارواث يعني ما اغسلش البول، بغسل محله، مش كده برضو؟ وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم واجب. وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين، يعني شوفها بعين محسوسة، وهي المسمى بالعينية. يبقى النجاسة نوعين بقى، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة من حيث إدراكها، من حيث إدراكها، إما عينية يعني محسوسة لها جرم، يعني لها قوام او لون او طعم او رائحة، يبقى يسموها نجاسة عينية. ونجاسة حسية كبول انقطع ريحه ووقع فيه ايه؟ على مكان وجف، ما اقدرش ابين المكان ده ايه فين، بعد ما وقع شوية بول انقطع ريحه على بنطلون بتاعي ده او على ثوبي، وبعدين جف في مكانها، اقدر انا احدد المكان ده فين؟ ما اعرفوش خلاص، ولا حتى ليه ريحه،
ولا ليه جرم. دي سموها نجاسة حكمية. نجاسة حكمية يعني محكوم بنجاستها لكن لا أراها بعيني. يبقى النجاسة نوعان من حيث الإدراك، من حيث إدراكها، عينية يعني تدرك بالجرم أو باللون أو الطعم أو الرائحة، ولا تدرك لا بجرم ولا بلون ولا طعم ولا رائحة، فيسموها حكمية. مثالها بول انقطع ريحه. كويس. والنجاسة إن كانت مشاهدة بالعين وهي المسمى بالعينية تكون بزوال عينها. يبقى طهارتها إن أنا أزيل عينها ما شوفش هاش، إذا كان ليها قوام أضيع القوام ده ما بينوش، بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها كاللون والطعم والرائحة. فإن بقي طعم النجاسة ضر، أو لون أو ريح عصر زواله لم يضر، لأن في بعض النجاسات تبقع تسيب بقعة مكانها، لكن تزيل عينها، تزيل عينها ملهاش أثر ملهاش رائحة، لكن لسه سايبة لون بقعة ما يضرش بقى، إذا عصر زوال اللون لا يضر. مثلا أي نجاسة تسيب أثر لون بعد غسلها ما يضرش اللون بقى طالما اتغسلت كويس. أو لون أو ريح عصر زواله، عصر يعني صعبة من العصر، لم يضر. وإن كانت النجاسة غير مشاهدة، يعني غير محسوسة، اللي هي النجاسة الحكمية بقى النوع الثاني، غير مشاهدة وهي المسمى بالحكمية، فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة. يبقى النجاسة الحكمية طهارتها سهلة، أجري المية مرة واحدة على المكان وخلاص، لأن أنا مش هقدر أوصف يعني أحكم بزوالها بصفة، لأن ما لها صفة، ما في صفة. يبقى يكفي أن أنا أجري الماء مرة واحدة على المحل ده، الحكمية أو اعتبارية، سميها اعتبارية. وهي المسمى بالحكمية فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة. ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. ده ليه طريقة تانية للتطهير اللي هي بالنطح غير باقي النجاسات، هنقف على الحتة دي النهاردة، هنحاول نقرأ حاشية الإمام البيجوري على الجزء اللي قرأناه. يقول الإمام البيجوري في الحاشية قوله: ثم ذكر المصنف ضابطا أي قاعدة كلية، بيعرف لك كلمة ضابط يعني قاعدة كلية. قال المحشي اللي هو البرماوي نقلا عن شيخه في جعل ذلك من الضوابط بحث ظاهر، يعني المحشي اللي قبل الشيخ إبراهيم البيجوري كان معترض على ان يقول لك ليه بيقول عليها قاعدة، دي ضابط، دي مش ضابط، ده المسألة دي فيها بحث، دي مش ضابط، ليست ضابطا. ولعل وجه البحث انه ليس جامعا لجميع افراد النجاسة، لان احنا قايلين ان النجاسات في نجاسات تانية غير اللي بيخرج من السبيلين، فازاي يقول كل ما خرج، كل مائع خرج من السبيلين ويقول ان دي ضابط كده؟ ضابط معناه قاعدة كلية، قاعدة كلية يعني يدخل تحتها كل الافراد، فيقول لك لا ده ما دخلش كل الافراد. طب ما هي الميتة نجسة وما تخشش فيها، مش كده برضو؟ والقيء نجس وما يخشش فيها، لان القيء بيخرج من الفم مش بيخرج من السبيلين، يبقى دي مش قاعدة كلية. عشان كده الشارع المحشي الاول قال ان دي فيها بحث، كلمة دي فيها بحث، ليه ضابط؟ ليه جعلها ضابط؟ فهمت ازاي؟ معترض على كلمة ضابط. ولعل وجه البحث انه ليس جامعا لجميع افراد النجاسة حتى يكون من الضوابط ويجاب عنه. عايز بقى يدافع عن الشارح، نرد على اللي اعترض بأنه ضابط لنوع منها، ده بيضبط نوع منها بس، النوع الخارج من السبيلين وما يضبطش كل أفرادها، فهو ضابط من جهة غير ضابط من جهة، فهو قاعدة من جهة غير قاعدة من جهة. فهمت ازاي؟ فنعتبره ضابط من جهة، ويمكن قاصد الشارح انه هو ضابط من جهة معينة لا من جميع الجهات، عشان كده التاني لما نظر لها من جميع الجهات وجدها غير ضابطة، ولما جاء الشيخ إبراهيم البيجوري نظرها من جهة واحدة وجدها انها ضابط، لان كل ما خرج من السبيلين من مائع، وان كانت كلمة مائع دي برضو مش ضابط، مائع يعني غير متصلب. طب افرض
خرج من السبيل بعر، يعني براز او روث متجمد ناشف، ما هو برضو نجس ومش مائع. يبقى كلمة مائع دي برضو تضايقني، مش كده؟ برضو تضايقني، صح ولا لا؟ ففي اعتراضات. علشان كده دي فايدة الشروح. يبقى فايدة الشروح انها بتبين لك، لان تملي الاختصار مهما حاولت ان تختصر اختصارا وافيا لابد ان يكون في نوع من القصور، فيأتي بقى الشرح يعوض لك التقصير ده، ويكون الاختصار مناسب للأطفال والشروح مناسبة للشباب، والحواشي مناسبة للكهول والمشايخ. علشان كده المسألة العلم بيمر بثلاث مراحل: مختصرات للأطفال، شروح للمختصرات للشباب وطلاب العلم، وبعدين حواشي للمشايخ العلماء ياخدوا الحواشي، وبعض العلماء يحشي على الحشية، يدي حاشية كمان على الحاشية، يعني شرح على الشرح. ويجاب عنه بأنه ضابط لنوع منها، كما يدل عليه قول الشارح: ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر. قوله بقوله بيقول لك هنا: ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله. كلمة بقول دي جر ومجرور، والجر والمجرور ده تملي يبقى متعلق بفعل قبله، الفعل اللي قبله اللي هو ذكر، مش قال لك كده ثم ذكر بقوله؟ يبقى الجر والمجرور ده متعلق بفعل قبله اللي هو ذكر، يبقى قوله بقوله متعلق بذكر. فهمت بقى كلام الشيخ؟ متعلق بالفعل ذكر. قوله وكل مائع، المصريين يقولوا عليه مائع باللغة العامية، يقول لك انت مالك مائع كده، يعني ماشي بتتلولو كده، واخد بالك؟ يقول له مائع، هي مائع ليه مائع؟ لان من ضمن لغات العرب التسهيل، يجي في همزه يسهلها، وفي قراءات في القران بيسهلوا الهمزه، فهي برضه لغه كويسه، يعني لغه المصريين دي ماشي. لكن في الفصحى المتعارف عليها مائع بالهمز هكذا. وكل مائع بالهمز كقائل وبائع. ومفهوم مائع فيه تفصيل، يبقى مفهوم مائع ده في تفصيل، لانه كده هيخلي لي البعره الناشفه مش داخله فيه، عشان كده يقول لك في تفصيل خد بالك. ومفهوم مائع فيه تفصيل، فان كان دود او متصلبا لم تحله المعده كحب، بحيث لو زرع على نبت فليس بنجس بل متنجس يطهر بالغسل كما سيذكره الشارح. وإن كان بعرا، يعني روث متصلب، أو حتى الروث ده نزل مائع وبعدين تصلب في الشمس فصار متصلبا في الشمس، زي في الأرياف يسموه الجلة، مش كده برضو؟ يعجنوه كده في التبن ويعملوه قرص ويجففوه ويستعملوه يخبزوا بيه، ده بقى متصلب برضو نجس عند الشافعية، لأنه صار متصلبا وإن كان غير مائع. وإن كان بعرا أو نحوه فنجس. وإذا كان المفهوم فيه تفصيل لا يعترض به فهو أولى من عموم النسخة الأخرى. قال لك وإن كان النسخة دي اللي قال كل مائع خرج أولى من النسخة الثانية اللي قال لك كل ما خرج، لأن النسخة الثانية اللي قال لك كل ما خرج دخل كل متصلب طاهر، لكن اما قال لك كله مائع خرج حاجه، خرج المتصلب الطاهر. وعشان كده بيقول لك ان دي النسخه دي اولى كمان في الاعتراض من النسخه الثانيه اللي هو قال كله مائع خرج، يخرج كمان، يخرج هو قال يخرج، انما هنا قال لك خرج. ليه بقى؟ لان هنا يخرج يعني ما زال نجسا وهو في الداخل، واحنا وهو في الداخل ما بنحكمش بنجاسته، فكلمه يخرج دي معناه حكم على نجاسته وهو في الداخل، وانا ماليش دعوه باللي في الداخل، انا العبره بالخارج. فيبقى لما يقول لك خرج احسن، احسن مما يقول يخرج. فهمت؟ فهو اولى من عموم النسخه الاخرى وهي كل ما يخرج الى اخره، لان عمومها يشمل الدود وكل متصلب لم تحله المعده، مع ان ذلك ليس نجسا بل متنجس يطهر بالغسل كما علمت.
واختلف المتأخرون في حصات تخرج عقب البول. المتأخرون من الشافعية اللي هم بعد الإمام النووي، والمتقدمين اللي هم قبل الإمام النووي، بيعتبروا الإمام النووي حد بين المتقدمين وبين المتأخرين. فالمتأخرين من الشافعية اللي بعد الإمام النووي اختلفوا في حصات تخرج عقب البول. ساعات الواحد هو بيتبول في آخر البول كده تروح وقع منه حصى، بتحصل عند بعض الناس، وتسمى عند العامة بالحصية. الشيخ البيجوري ده فلاح من الباجور من المنوفية، بيقول لك العوام يسموها الحصية أو الحصوة، مش كده برضو؟ هل هي نجسة أو متنجسة؟ الحصوة دي ما هي متصلبة اهي. اختلف المتأخرون، قالوا طيب المتصلب الحصوة اللي نازلة دي حكمها حكم الزلطة، كأنها متنجسة يا دوب اشطفها وتبقى طاهرة، ولا هي أصلا متجمدة من البول نفسه فتبقى نجسة؟ يعني هي ترسبات من البول أصلا بحيث نجسة كلها، ولا هي أصلا طاهرة واتعاصت بالبول فتبقى متنجسة؟ اختلف المتأخرون من الشافعية. طب بيان نجسة لأن هي مكونة من أملاح البول ترسبت تبقى نجسة. واختلف المتأخرون في حصات تخرج عقب البول في بعض الأحيان وتسمى عند العامة بالحصية، هل هي نجسة أو متنجسة؟ والأظهر ما قاله بعضهم، وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة، وإلا فمتنجسة، على أساس أنها كل متصلب ماشية مع القاعدة يبقى متنجسة على القاعدة، إلا لو يجي الدكتور بقى يقول لنا الطبيب العدل لا ده هي مترسبة من البول، نقوم ساعتها نقول لا تبقى نجسة. الأظهر يعني إيه؟ الأقرب للفتوى، الراجح في الفتوى، يعني الراجح في الحكم في المسألة زيها، بس هنا مش ماشي على القاعدة. القاعدة عند الشافعية لما يقول الأظهر يبقى الراجح في أقوال الإمام الشافعي، بس هو مش ماشي على القاعدة هنا لأنه بيتكلم هنا على المتأخرين، ما جابش سيرة الإمام الشافعي. إنما لو مشينا على قاعدة الشافعية في كتابهم يقول الأظهر في الراجح من أقوال الإمام، الراجح من أقوال الإمام يسموه الأظهر أو المشهور، ده الراجح من الأقوال. والمذهب الراجح في الطرق، والأوجه الراجح من إيه؟ والأصح الراجح من الوجوه، والوجوه هي اجتهادات إيه؟ علماء المذهب في المذهب، يسموه من أصحاب الوجوه، يعني وصل لدرجة الاجتهاد على المذهب، زي الإمام الغزالي، زي الإمام أبو إسحاق الشيرازي، زي الإمام المواردي، زي القاضي حسين، زي الإمام النووي، دول اجتهدوا في المذهب فلهم وجوه. فالراجح في الوجوه يسموه الأصح أو الصحيح، والراجح في الأقوال، فالأقوال تنسب للإمام الشافعي، والوجوه تنسب لإيه؟ لمجتهدي المذهب. طب وكلمة المذهب، يقول لك والمذهب كذا، الراجح في الطرق، في الطرق اللي هي أيدت مذهب الإمام الشافعي، في طريق عن البويطي، في طريق عن المرادي، في طريق عن المزني، هم دول اللي أيدوا مذهب الإمام الشافعي. فلما يحصل اختلاف في الطرق في مسألة واحدة فالراجح فيها يسموه المذهب. يبقى المذهب هو الراجح في الطرق، والأظهر هو الراجح في الأقوال، والأصح والصحيح هو الراجح في الأوجه. لكن هنا مش ماشي على القاعدة دي، هو بيقول لك الأظهر يعني بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاحي عند الشافعي. يبقى الأظهر هنا بالمعنى اللغوي فقط مش بالمعنى الاصطلاحي في المذهب. الأظهر يعني ايه؟ الراجح في الايه؟ في الفتوى، او الاوجه من حيث الدليل. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. لو عايز التفاصيل دي اقرا 200 صفحة الاولانيين للامام النووي في شرح المجموع، 200 صفحة كده في الاول في شرح المجموع للمهذب للامام النووي، عامل 200 صفحة مقدمة جميلة تفهمك ازاي تفهم كتب الشافعية كلها. طبعوها لوحدها حلو، يعني ممكن تشتريها لو كانت مطبوعه لوحدها، او تجيب كتاب المجموع الجزء الاول تقرا الايه المقدمه، كويسه جدا، هيقول لك كل الحاجات دي كلها. مجموع شرح المهذب. قوله خرج من السبيلين اي من احد السبيلين اللي هو القبل والدبر. وجمله خرج صفه للمائع الخارج، وكل مائع صفته ايه؟ خرج من السبيلين، مش كده برضو؟ يبقى خرج من السبيل دي صفة للمائع، بيوصفه انه خارج، مش كده برضو؟
وجملة خرج صفة لمائع وخرج بقوله من السبيلين الخارج من بقية المنافس فهو طاهر، خرج من الكلام ده، وخرج بقوله من السبيلين الخارج من بقية المنافس. يبقى ما يقول من السبيلين يبقى الخارج من الودان الشمع طاهر لانه مش من السبيلين، الخارج من الانف ساعات الواحد يقعد ينكش كده ويطلع حاجات طاهرة وان كانت مستقذرة لكنها مش من السبيلين، مش كده برضو؟ يبقى الخارج من اي حاجة غير السبيلين من المنافذ الاخرى غير السبيلين، ولا يوجد منافذ اخرى للانسان الا الاذن وايه والانف، فتحة الانف وفي الفم، يبقى الريق والبزاق والبساق كل ده يبقى طاهر، واخد بالك ازاي؟ لانه مش من السبيلين الا لو كان خارج من المعدة واحالته المعدة يبقى نجس، الا لو خرج من المعدة واحل، ازاي؟ واحد كل اكل وراح متقيم يبقى القيء اللي خرج ده نجس لانه اختلط في المعدة وحصل له نوع من التغير، حتى لو لم يتغير، حتى لو لم يتغير طالما اختلط في المعدة وطلع يبقى برضو نجس، كويس؟ يبقى القشطة بتاعت الطفل الصغير لما يجوا اكرعوه كده الواد يقشط يقول لك الواد قشط، يبقى انا نجس لانه خارج من المعدة، مش كده برضو؟ لانه دم استحالة، لبن استحال، لبن واستحالة يعني تغير، نزل متجمد، مش كده برضو؟ نزل جبنة، هو شربه لبن نزله لنا جبن. يبقى هنا وخرج بقوله من السبيلين الخارج من بقية المنافذ، العين مش من منفذ، العين مش منفذ لان ما تقدرش تدخل كده ايدك فيها، تدخل ايدك فيها تخزقها، المنفذ يعني خرم كده تدخل ايدك فيه خرم، فهمت ازاي؟ ده معنى المنفذ، فهو طاهر الا القيء الخارج من الفم بعد وصوله الى المعدة. يعني انا لو مضغت الطعام وبعدين بلعته وهو في حلقي رحت بعد كده مرجعه طاهر يعني لسه ما نزلش، وان كان مستقذر كل الناس يقول لك يا ايه ده بتعمل كده قدامنا ويقرف، مستقذر لكنه طاهر، فهمت ازاي؟ لكن اول ما ينزل المعده ويرجع يبقى هنا بقى نجس. الا القيء الخارج من الفم بعد وصوله الى المعده وان لم يتغير برضه نجس، وان لم يتغير طالما وصل للمعده، وإن خرج حالا ولو خرج في الحال يعني نزل المعدة واترد على طول برضو نجس، ما عدا المتصلب الذي لم تحله المعدة زي الحبوب وزي أي شيء متصلب يتقيه على طول يبقى متنجس وليس نجس، تغسله وتستعمله تاني. والماء الخارج من فم النائم طاهرا، يبقى الماء الخارج، وفي ناس وهي نايمه كده تلاقي ايه على مرتبه بتاعته ولا المخده بتاعته تلاقي فيه ميه تطلع من بقه وهو نايم طاهر لانه ريق، الا لو لقيناه متعكر ومنتن يبقى عنده ارتجاع، بيحصل له ارتجاع وصاره معديه ويبقى في الحاله دي نجس، لكن طالما بلون الريق خلاص، الا لو لقيناه منتن يعني منتن يعني ليه رائحه كريهه ومتغير يعني لونه مصفر لونه مخدر يبقى ده طالع من المعدة. والماء الخارج من فم النائم طاهر إلا إن علم أنه من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة فهو نجس لكن يعفى عنه في حق من ابتلي به، يبقى نجس لكن المبتلى بالارتجاع على طول ده عنده ارتجاعات على طول حتى هو صاحي عنده ارتجاع في المريء وهو قاعد بيصلي يجي يركع يجي يسجد يلاقي طلعت في ايه في فمه، يبقى يعفى عنها مع نجاستها لأنه مبتلى به لحد ما يعالج نفسه. قوله نجس خرج من السبيلين نجس، كل ماء خرج من السبيلين نجس، نجس ده اللي هو الخبر بقى، كل ماء خرج من السبيلين ماله؟ قال لك نجس، يبقى نجس ده خبر، خبر لكله، كله ده مبتدأ، كل اللي بعد كله دي تكملة ليها بس بيتعرف لك ايه كل ايه، لكن طب حكمه ايه؟ ايه الخبر؟ نجس، يبقى كله مبتدأ ونجس خبر، مش كده برضو؟ فقد روى البخاري انه صلى الله عليه وآله وسلم لما جيء له بحجرين
وروثة، وروثة بسكون الواو، ما تقوليش وروثة، وروثة. روثة اللي هو الغائط بعدما جف. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته، فجابوا له في مكان ما فيهوش مية، فجابوا له حجرين وروثة عشان يستنجي به، يستجمر يعني. أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس، ده كلام النبي قال لهم عن الروثة دي ركس، والركس النجس. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث القبرين: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، فدل على أن البول نجس. وأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل لما مرضوا، فإنما كان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. يبقى دي ما يعترضوش بها علينا كشافعي، يقولون طب ما هنا الرسول وصف بول الإبل للعرانيين يشربوه لما مرضوا، نقول لهم ما يجوز التداوي بالنجس إذا لم يوجد طاهر يحل محله. كويس؟ يبقى للضرورة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فمحمول على الخمر، لأنه كانوا بيستعملوا الخمر زمان للتداوي وللسكر، فلما حرمت قالوا لهم احنا هنستعملها للتداوي يا رسول الله، فقال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، يبقى يقصد الخمر. فهمت ازاي؟ ويستثنى من ذلك يعني مما خرج من السبيلين كل مائع نجس، يستثنى فضلاته صلى الله عليه وآله وسلم، فهي طاهرة على المعتمد المذهب، يعني المعتمد في المذهب. لأن الدليل بقى لأن بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لن تلج النار بطنك، صححه الدارقطني، ما قالهاش اتمضمضي، ما قالهاش ما تعمليش كده تاني، مش كده برضو؟ دل على انه اجازها، بل بشرها، اجازها. والاجازة هنا في التبشير والبشارة اعلى انواع الاجازة، اعلى انواع الاجازة انه يبشرها، مش كده برضو؟ فقال: لن تلج النار، لن تلج النار بطنك، صححه الدارقطني. ولان ابا طيبة أو طيبة كان حجام، كان حجام بيشتغل في الحجامة، أبا طيبة ده شرب دمه صلى الله عليه وسلم، شرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حجمه، وفعل مثل ذلك ابن الزبير، عبد الله بن الزبير فعل مثل ذلك، شرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، حين أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خالط دمه دمي لم تمسه النار. يبقى برضو بشره. وكذا فضلات بقية الأنبياء، يعني هذا ليس خاصا بنبينا بل سائر الأنبياء كذلك تكريما لهم وتشريفا، كما قاله الزركشي ونازعه في ذلك الجوجري. يبقى الجوجري نازعه في باقي الأنبياء، ولكن الإجماع استقر على نبينا، ولكن الجوجري نازعه في باقي الأنبياء، لكن الزركشي والمعتمد أن باقي الأنبياء كذلك. قوله: هو صادق بالخارج المعتاد، هو أي كل مائع خرج من السبيلين. وقوله صادق بالخارج المعتاد أي وصادق بالخارج من حيوان مأكول وغيره، كما سيشير إليه الشارح بقوله فيما يأتي: ولو كان، يعني البول والغائط، التثنية هنا البول والغائط، من مأكول اللحم على اعتبار قسمين يعني. قوله كالبول والغائط ده المعتاد، اهو البول والغائط ده المعتاد، عطف عطف الغائط على البول، عطف الغائط على البول يقتضي اختصاصه بالفضلة الغليظة
وإن كان يشمل البول كما قاله السيوطي، لأنه اسم لفضلة الآدمي، ومثله العذرة. العذرة اوعى تقول العذرة، العذرة ده مرض، مرض احتقان في الحلق يعمل صعوبة في البلع، يسموه العذرة، اللي هو زي يسميه احنا اللوز دلوقتي، اللي عنده اللوز فيسموه العذرة، واخد بالك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا زمان يعالجوا العذرة ان ايه، يدخلوا صباحهم كده يزقوا اللهاء، يقوم العيل من دول مسكين يقعد يصوت ويعيط، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن طريقة العلاج المؤلمة دي، كانت علاج مشهور ايامه صلى الله عليه وسلم في الحكاية دي. يبقى العذرة غير العذرة، العذرة اللي هو ايه، الروث او الغائط، والغائط تملي يستعمل للأدمي، والروث يستعمل للأدمي ولغيره، يبقى الروث عام يدخل فيه الغائط وغيره. سيدنا علي بن ابي طالب لما شاف واحد متكبر قال له ايه؟ قال له علامة التكبر، اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وبين ذلك تحمل العذرة. شوف قال العذرة، يبقى العذرة هنا الروث، مش كده برضو؟ ومثله العذرة لكنها لا تشمل البول، فالعذرة تبقى ايه، الخارج من الدبر بس. والعذرة والروث مترادفان، وقيل العذرة مختصة بالآدم والروث أعم، قوله والنادر وبالنادر يعني يشمل المعتاد زي البول والغائط، ويشمل النادر أيضا كالدم والقيح. أيوة صادق بالخارج النادر، وقوله يعني يصدق الكلام على ايه، على ده لما قال كله، فكل دي عموم، يشمل المعتاد فيصدق عليه المعتاد، يعني يصدق قوله على انه يشمل هذا، ويصدق ايضا على الايه، النادر. فهمت ازاي؟ يعني يشمل، يعني يصدق هذا الكلام صادق اذا اراد به المعتاد، وهذا الكلام ايضا صادق اذا اراد به النادر في الحالتين. ليه؟ لان كل من الفاظ العموم، مش كده؟ اولك نطفة مذرة، مذرة يعني زفرة مقرفة قذرة، واخرك جيفة قذرة منتنة يعني، وبين ذلك تحمل العذرة، فعلامة التكبر. فهم؟ العذرة اللي هو الروث الغائط اللي جوه بطن الانسان. وبالنادر اي وصادق بالخارج النادر، وقوله كالدم والقيح اي والمذي كمان، وهو بالمعجمة ماء ابيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها. والودي وهو بالمهملة، يعني بالدال اللي معلاش نقطة، يبقى المذي بالذال المعجمة يعني المنقوطة الموحدة فوق، يعني نقطة واحدة فوق. والودي وهو بالمهملة يعني غير نقط، ما فيهاش نقط. ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عقب حمل شيء ثقيل، وأحيانا الواحد لما يحزق كده ويكون عنده إمساك برضه يخرج منه، ما إيه يسموه إيه، وزي ودي، لكن اللي بيخرج حال ثوران الشهوة يسموه مذي، لكن اللي بيخرج بتدفق مع نهاية الشهوة يسموه ماني. يبقى في فرق بين الماني والمذي والودي، إلا الماني، الماني هنا خارج لأنه طاهر، إلا الماني، مع إنه بيخرج من إيه، من القبل، والمفروض أما يقول كل ما خرج من السبيلين يدخل الماني، عشان كده قال لك إلا الماني استثناء بقى، لأنه بكلمة كل العموم دي هيدخل الماني. إلا المني أي فهو طاهر في حد ذاته، لكن يستحب غسله خروجا من الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب، والملكية عندهم المني نجس، يبقى يستحب غسله خروجا من الخلاف. نجسان نجاس
بيبقى عند النساء زيهم، بيبقى عند النساء افرازات مهبليه مخاطيه بتنزل حتى يقعدوا يسالوا عليها، وهي ما عندهاش الدوره ولا حاجه، تقول لك انا بينزل عليا افرازات اعمل فيها ايه؟ ينقل الوضوء دي عم الشيخ ولا ما ينقلش؟ اغسل هدومي منها ولا ما اغسلش؟ قلقاهم خالص، قلقه الستات خالص. ليها حكم المذي والوادي، نجسه ويجب الوضوء عند خروجها وغسلها. وفي رأي ضعيف عند الملكية ان الافرازات المهبلية دي كالريق، كالريق طاهرة مستقذرة طاهرة ولا تنقل الوضوء، ويفرح بيه او النساء الرأي ده، بس ده رأي ضعيف عند الملكية، لا ننصح بيه الا اذا تعذرت الاحوال مع بعض النساء بقى، يعني عندها افرازات كتيرة غير محتملة ومش عارفة تعيش، تيجي حتى تتوضى يا دوب تخرج تيجي تفرش المصلية تلاقي نازل، مش هتعرف تعيش مسكين. نقوم نقول لها الرأي ده لحد ما تكبر كده وتبتدي الدورة تنقطع، الحكاية كلها بتجف وما بيبقاش في حاجة بتنزل، بعد كده هتبقى كويس تمشي الأمور، واخد بالك؟ وهكذا. وعلشان كده بيقول إلا المني، أي فهو طاهر في حد ذاته لكن يستحب غسله خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف الملكية، وللأخبار الصحيحة فيه، وقوله من آدمي أو حيوان، يعني إلا المني بتاع الآدمي أو الحيوان. أما مني الآدمي عرفنا منين أنه طاهر؟ فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يصلي فيه. ما انت هتيجي تقول لي انت احنا لسه بنقول ان بول النبي وبرازه طاهر، هتيجي في المني اللي احنا بنقول عليه طاهر نيجي في النبي نقول لا؟ ما انت خد بالك المني كان النبي كان لا يحتلم اصلا، فيبقى المني اللي بيفرك على ثوب النبي يبقى مني مختلط بمني نسائي، كويس؟ فكانوا بالرغم من كده بيفركوه. فهمت المسألة بقى؟ علشان كده المسألة هنا استدلوا منها في الحكاية دي. ولا يرد أن فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة، فلا يدل ذلك على طهارة المني، لأن المراد المني المختلط بمني أزواجه لمنيه وحده، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يحتلم، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان وهو ليس له عليه سبيل صلى الله عليه وسلم. وأما مني غير الآدمي طاهر برضه، فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي، لأن كل الحيوانات طالما فيها حياة طهر إلا الكلب والخنزير، الوحيد اللي هو ماشي فيه حياة متحرك نجس الكلب والخنزير بس، باقي الحيوانات كلها طول ما هي فيها حياة وماشية في الدنيا كده طهر، أما يموت تنجس ميتته إلا الآدمي لطهارته لحرمته ولتكريمه، فميتة الآدمي طاهرة، وإلا السمك والجراد، لأنه أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فتبقى طاهرة، مش كده برضو؟ قوله علشان احنا قلنا ان مني الآدمي طاهر لأنه أصل حيوان، أصل إيه؟ أصل حيوان طاهر، مش الإنسان حيوان ناطق؟ فيبقى كل مني حيوان طاهر أشبه بمني الآدمي لأنه أصل حيوان طاهر. وأما مني غير الآدمي فإنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي أي في الحكم. فأشبه مني الآدمي أي في الحكم في الطهارة، في الحكم بطهارته. فهمت إزاي؟ قوله غير كلب وخنزير وما تولد منهما، إلا من الكلب والخنزير نجس برضه، لأنه هو الحيوان ده وهو حي نجس، يبقى أصله نجس زيه. فهمت إزاي؟ فماشية منضبطة. أي بيقول لك وما تولد منهما، يعني إيه؟ أي كأن نزى خنزير على كلبة فتولد منهما ولد أو كلب على خنزيرة، أو كلب نزى على خنزيرة فأتت بولد، يعني مولود. وقوله أو من أحدهما مع حيوان طاهر، أي كأن نزى كلب أو خنزير
على شاه معزة يعني، فمني ذلك المتولد منهما ده نجس، فمني ذلك اللي هو المتولد من الخنزير او الكلب مع حيوان طاهر نجس. قوله وخرج بمائع الدود، وخرج بمائع الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة، بخلاف نحو البعر ففي مفهوم مائع تفصيل كما مر. يقول لك اوعى تنسى البعر داخل بالرغم انه متصلب داخل في النجاسات، كويس، لانه عبارة عن مائع تصلب، نجاسة مائعة فتصلبت فيفضل نجس. يبقى ما فيش حاجة اسمها كل ايه ناشف طاهر، يعني البراز لما ينشف طاهر ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يبقى كل ناشف طاهر دي عند العوام يقولوها، لا دي قابلة للمناقشة جامد، دي عايزة مناقشة كبيرة. كله جاف طاهر يعني في الصعيد، كويس، في الارض عايز اصلي، وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا، كل ما الاقي حته جافه في الارض كده اعتبرها طاهره وصلت خلاص. مش كده برضو؟ تيسيرا على الناس، مش مطلوب ان انا اسال الناس اللي ساكنين، شفتوا يا جماعه كلب نام هنا، شفتوا حد اتقيا هنا، شفتوا حد بالي، ما اسالش، طالما نشفى اصلي عليه. يبقى هنا او مثلا عندنا ثوب في الدولاب محطوط بقاله سنه وطلعته كده ناشف جاف، البسه واصلي فيه، مفيش داعي اسال مين علق الثوب ده من سنه، انتوا علقتوه قبل ما تغسلوه ولا غسلتوه علقتوه، انتوا كنت لابسه ساعه ما كان الواد ده مش عارف بيزورنا ولا لا، مش مطلوب ده كله. فهمت ازاي؟ خلاص طاهر البسه وصلي بيه. فهمت ازاي؟ انما ما تبقى نجاسه وانا عارف مكانها ومش ناسيه ووقعت في حته وجفت، تفضل المكان ده نجس لحد ما ارمي عليه دلو من ماء، ويفضل مكانها في الثوب ده نجس لحد ما اغسله، حتى لو مر عليها سنوات طالما انا عارف. فهمت ازاي؟ او ادركها بالعين، يعني نجاسه على ثوب او على مكان جفت لكن باينة ليها جرم وليها عين وليها رائحه وليها لون، كل ده يخليها برضو المكان نجس، ما زال نجسا حتى لو جفت علي لان ما زالت لها عين. طيب وماله؟ ما هل المطره نزلت فعلا؟ بس انا شايفها ما هي ما سالتش عينها اهو. ما تصليش في الحته اللي طبعت فيها المجال. طب ما حلو قوي، الحمد لله الحمد لله. بس انت فاكر ان هي لما طفحت المجاري دي وجفت نزلت المطر وما طفحتش تاني؟ عارف يعني، فالاحسن صلي في الحته اللي ما طفحتش فيه، او اختار الحته دي اللي الجفه دي وافرش عليها ثوب طاهر زي اي مصليه. الـ الأحناف كلهم كده، الأحناف عندهم كده ما يصليش على حتة اللي يفرش حاجة طهرة عليه ويصلي حتى لو جف، لأن يعني عندهم حتى لو وقعت نجاسة على الأرض طهارتها مش ترمي عليها مية، تحفرها شيلها تغير التربة، فعملية صعبة. فعلشان كده يحلوا المسألة دي ازاي؟ يروح فارش فرشة طهرة نظيفة على الحته ويروح يصلي يبقى مستريح. ها؟ الدليل العقلي لم يصلهم حديث النبي ايه اهريقوا عليها دلوا من النار، بالدليل العقلي يعني. لا هو ما قالش اقطع الثوب، هو قال في الارض. قال لك في الارض؟ لا ما يجيش. لان الارض يسهل انك انت تزيل طبقه الايه؟ التراب دي وتجيب تراب غيرها، شويه رمل تحطها. دي سهل وما فيهاش غرامة. ربما. أي طبقة تكون جافة، ناشفة، وتكون محطوطة على أرض جافة، لأن إحنا قلنا النجاسة لا تنتقل إلا في وسط رطب. لازم يبقى فيه رطوبة عشان تنتقل النجاسة. افرش مصلية ناشفة. ايوه، وتفرش عليه طبقة. ما ينفعش، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش طبعا. ما هو السماد الحيوي ده واخد بالك، لما تبقى زارع بطيخ ويطلع البطيخ تدق عليها يطلع تسمع صوت يقول لك احم.
تقوم تعرف انها حمراء. اصل الفقه كده لازم تاخد نكته في وسط الفقه كده، اصل الفقه دراسته بتبقى شقه شويه، فلازم يعني برضه تاخد حاجه كده ما يجراش حاجه عشان ما تفتكرش ان المشايخ يعني نكديه يعني. لا ده احلى نكت تسمعها من المشايخ والله بجد، كان احلى نكت نسمعها من المشايخ ليهم يعني حاجات يعني لماحه جميله كده. فبيقول هنا وخرج بمائع الدود بخلاف نحو البعر، ففي مفهوم مائع تفصيل كما مر. قوله وكل متصلب أي كحب لو زرع لنبت، وبيض لو حضن لفرخ، يعني في فرخة أو بطة ماتت ميتة ما ذبحناها، فتحنا بطنها لقينا فيها البيض بتاعها متصلب، مش كده برضه؟ هل ينفع اكل البيض ده ولا ماكلوش؟ ما هو بيض من ميت، اكله لو كان اذا حضن يفرخ، لكن لو كان اصلا يعني نتن فيها ماكلوش بقى خلاص لانه تنجس. فهمت؟ أي كحب لو زرع لنبت وبيض لو حضن لفرخ، وهذا في المأخوذ من الميتة، البيض المأخوذ من الميتة، وأما البيض المأخوذ من غير الميتة الفرخة بتكاكي وتروح بيضة صحية وجريت سابت البيض، دي غير التانية، غير الفرخة اللي ماتت وفتحت أنا بطنها طلعت البيضة من بطنها وهي ميتة، دي مسألة ودي مسألة. وأما البيض المأخوذ من غير الميتة فهو طاهر ولو لم يتصلب. ساعات بعض الفراخ يبقى عندها نقص كالسيوم ينزل البيض بتاعها تلاقيه طري كده، شفت انت الحكايه دي؟ لا تلاقي مش بريشت، ده بريشت دي لما تسويها ويبقى دي طريقه تسويه، ده الكلام ده لو سلقت الفرخ. لكن احنا بنتكلم اما تيجي تبيض تنزل البيضه كده من بعض الفراخ والبط والحاجات دي الطيور ويبقى عندها نقص كالسيوم، فتبص تلاقيها لسه طريه غير متصلبه طاهره برضه. حتى لو استحالت البيضه دم طالما نازله منها وهي حيه، حتى لو استحالت دم تفضل طاهره برضه. ساعات انت تيجي تقلي بيضه كده تلاقي في الصفار نقطه دم، كلها طاهره. والله لو نفسك تسمح، انا نفسي ما بتسمحش، لكن لو نفسك تسمح طاهره، لأنها بيضة، بيضة أصل آدم، والدم ده مش أصلي فيها، ده داخل فيها، لكن جيت تكسرها لقيت جواها كتكوت ميت، نجس خلاص، بقت نجسة خلاص، استحالت، يسموها استحالت، يعني تحولت، تغيرت، فهمت إزاي؟ بس تغسلها من الروث اللي فيها، زي المنبار، طب ما بياخدوا المنبار بتاع العجول، واخد بالك؟ ما هو كل ده بيبقى فيه نجاسه، يغسلوه غسله كويسه وياكلوه بعد كده ما فيهاش حاجه. ولو لم يتصلب حتى لو استحالت البيضه دما فهي طاهره على ما صححه النووي في تنقيحه هنا، وصحح في شروط الصلاه منها انها نجسه، لما انه مره قال دي نجسه ومره قال انها طاهره. والاوجه حمل هذا على ما لم تستحل حيوانا، يبقى نفهم كلام النووي انها نجسه اذا استحالت حيوان فبتبقى فيها دم، وكلام الامام النووي لما قال انها طاهره اذا لم تستحل حيوان يبقى فيها دم ولم تستحل حيوان، يبقى نفهم كلام النووي هنا نجسه امتى وطاهره امتى، فما نحسش ان في تناقض بقى. والاول على خلافه، ولا يجب غسل البيضه الأول على خلافه، يعني الأول اللي هي البيضة اللي فيها الدم في وجهين عندنا طاهر هو ده الصحيح وعلى الفتوى، وجه تاني انها نجس ما تاكلهاش وده مرجوح وليس عليه الفتوى، فهمت ازاي؟ لكن اللي استحلت حيوان نجسة بلا خلاف، يبقى الخلاف في اللي استحلت دم دون أن تكون حيوان، فيها دم بلا حيوان، دي اللي فيها خلاف. أوجه
تقول انها طاهره، وجه تاني يقول انها نجسه، والراجح في الفتوى انها طاهره. فهمت بقى المساله؟ لكن اللي استحالت حيوان نجسه بلا خلاف. فهمت الكلام بقى؟ عشان كده بيقول ايه هنا، خد بالك كلام الشيخ مهم، والاول على خلافه، اللي هو الاول فيها الخلاف، ولا يجب غسل البيضه والولد اذا خرج من الفرج. المعزه ولدت، مش واجب ان انا اشطف المولود. العيل نزل من بطن امه، مش واجب ان انا اغسل المولود، واخد بقى، عشان اطهره يعني. البيضه نزلت من ايه، من دبر الفرخه او الطائر، مش واجب ان انا اغسلها الا لو لقيت عليها اثر روث، يبقى بغسلها من اثر الروث. لكن انا مش لاقي فيها اثر روث، نازله بتلمع طهر. فهمت ازاي؟ معلش بس ايه، بس ربنا سبحانه وتعالى اجاز لنا ناكلها، وده تيسيرا، لان لم نسمع ان النبي قال لنا اغسلوها قبل ما تمسكوها، ولا حد من الصحابه عمل كده، واخد بالك ازاي؟ فيبقى ما نقولش، يبقى هي من حيث التحقيق هي متنجسه، لكن من حيث الشرع اعتبرها طاهره. فهمت ازاي؟ ولا يجب غسل البيضه والولد اذا خرج من الفرج ان لم يكن معهما رطوبه. لكن لو معاهم رطوبه يبقى خلاص بقى متنجس، اغسله بقى. رطوبه نجسه كما في الروض وشرحه. والروض اللي هو ايه؟ للامام زكريا الانصاري. قوله لا تحيله المعده، اللي هو كل متصلب لا تحيله المعده، يعني ما تهدموش. زي ما قلت لك، بلع زرار، بلع شلن، بلع عمله، بلع جوهره، زي اسماعيل ياسين في الافلام كده يقول لك ابلع الجوهره علشان ايه؟ ما حدش ياخدها منه. او واحد بلع العين الصناعي بتاعته فبلعها كده وبعدين تاهت منه وبعدين حس انها محشوره، فبيقول للخادم بتاعه شوفها كده، فقال له انت شايفني يا سيدي؟ العين الصناعي. فكل دي تبقى متنجسه مش طاهر. لا تحيله المعده، يعني ما تهدموش. الاولى لم، شفت بقى كلام الشيخ كلامه جميل، يقول لك ليه بيقول لا تحيله؟ ده كان الحق يقول لم تحله، لم تحله، واخد بالك ازاي؟ افهم كلام الشيخ، بيقول لك ايه؟ والاولى لم، لان المراد لم تحله بالفعل بخلاف ما احالته المعده. لان لو متصلب، لو قعد مده احالته المعده صار نجس. فانما بيقول لك لا تحيله، يعني لا تحيله مطلقا حتى لو قعد كتير فيها؟ لا، هي حقها لم تحله، يعني لما خرج ما كانتش غيرته. فيبقى الاولى لم تحله، مش لا تحيله مطلقا. شفت كلام الشيخ دقيق ازاي؟ بخلاف ما احالته المعده فانه نجس. طيب، ولو اكل لحم مغلظ، اكل لحم خنزير، كان في راجل حادثه كده من الحوادث، راجل بيبيع سقط في المطريه باسعار رخيصه، يجيب عربيه كل يوم ويقول لك سقط ايه؟ ضاني، كتبوها من كام سنه، والناس قعدت قطعت ابوني كل يوم تشتري منه فرحانه سعر رخيص، وبعد فتره قبضوا عليه طلع سقط خنزير، سقط خنازير. طيب، ما هو الاكل اللي كاله ده نزل براز جاي من لحم مغلظ، هل لازم بقى يسبع الدبر، يعني يغسل 7 مرات احداهن بالتراب؟ فهمت ازاي؟ دي المساله بعد الاذان. فبيقول هنا ولو اكل لحم مغلظ، لحم كلب ولا خنزير، كان في كلابجي زمان، كان الكبابجي كان يذبح كلاب ويباع على انها كباب، واخد بالك؟ فيسموه كلابجي، واخد بالك؟ برضه ده يخلي الناس تاكل لحم مغلظ، نجاسه مغلظه يعني. او الراجل بتاع الخنزير ده اللي كان بيبيعه على انه ضاني، والناس عرفت، يروحوا للشيخ يقول له يا عم الشيخ، طب احنا دلوقتي هنستنجى 7 مرات احداهن بالتراب ولا نعمل ايه؟ يقوم الشيخ يقول لهم ايه؟ هو لازم بقى نفهم الشيخ، ما هو لازم يكون عنده اجابه في مثل هذه الامور. ولو اكل لحم مغلظ لم يجب تسبيع المخرج منه، يبقى لا يجب تسبيع المخرج منه. ليه؟ لان شانه الاحاله، لانه اتهضم وتغير صورته، تغيرت صورته. بخلاف ما لو اكل عظما،
لكن لو كل عظمايه ونزلت عظمه زي ما هي يبقى يجب التسبيع لانه ما تغيرتش. فهمت بقى ازاي؟ بخلاف ما لو اكل عظما فيجب تسبيع المخرج منه، يعني يمسح مسحه بالتراب وبعدين يشطف 6 مرات. كويس؟ لانه لان شانه عدم الاحاله، يعني شان العظام عدم الاحاله، انه لا يستحيل، لا يهضم، يعني ما يتهضمش، ما يتغيرش، ينزل عظمه زي ما هي. قوله بل متنجس، يعني كل متصلب ابتلعه الانسان ونزل مع البراز ولم تحله المعده، يعني لم تغيره، يبقى متنجس مش نجس، يعني لو شطفته واغسله استعمله فيهاش مشكله. بل متنجس يطهر بالغسل، اي ان كان متلوثا برطوبه نجسه، والا فهو طاهر، يبقى زي البيضه، والا فهو طاهر. نزل الجوهره اللي بلعها نازله بتلمع فيهاش اي اثر، يبقى زي البيضه، بس ده بيبيض جواهر والتانيه بتبيض بيض، يبقى نقول له حكمها حكم البيضه، لا يجب غسل ظاهره. واخد بالك ازاي؟ طالما مش خارجه معاها رطوبه. لكن لو خرج معاها رطوبه يبقى يجب غسلها لانها متنجسه. بس خدت بالك؟ زي واحد حط البوسه وبعدين راح اتردى منها ونزلت مختلطه بالبراز، يشطفها ويشيلها بقى في الثلاجه يستعملها وقت تاني. واخد بالك؟ او عايز يستعملها تاني يستعملها، يمكن مش عايز، ما يحبش اللبوس، خلاص يشيلها، ما يضيعهاش، ما يضيعش ماليتها. في ادويه غاليه ساعات تبقى اللبوسه دي واقفه عليه ب 10 جنيه غالي، مش عايز، مش عايز يستعملها، في نفس الوقت ادخلها ردت، نقول له اشطفها، نقول له اشطفها وشيلها في الثلاجه، اي واحد عيان تاني اديها له غلبان يستعمل. كويس؟ يبقى مش هيضيع ماليته. يعني الفقه بيفيدك في امور. طب ردت كده ونازله نظيفه، نقول له طاهره لا يجب غسلها، لفها بس في ورقه كده وشيلها، خلاص انتهينا. وفي بعض النسخ وكل ما يخرج بلفظ المضارع واسقاط مائع، اللي احنا قلنا عليها في الاول، وده النسخه دي مش عاجباش. والنسخه الاولى اولى لانه لا يحكم عليه بالنجاسه، مش كل حاجه خرجت من السبيلين وكل ما يخرج من السبيلين نجس. قال له لا، ده كده انت عممت ودخلت لي الايه المتصلب الذي لا تحيله المعده وهو ايه طاهر، ودخل خرجت لي حاجه، دخلت لي حاجات كتير، فالنسخه دي مش عاجباه عشان كده. لانه لا يحكم عليه بالنجاسه الا بعد خروجه، لانه بيقول كل ما يخرج، بيقول لك انا ما بنحكمش عليه وهو جوه، انا بحكم عليه بعد ما يخرج، هو جوه انا ماليش دعوه بيه. فهمت ازاي؟ فلما يقول كل ما خرج بالماضي كده احلى من قوله كل ما يخرج، يبقى الماضي احلى. ليه؟ لانه بيقول لي انه خرج، خلاص تم الخروج. لانه لا يحكم عليه بالنجاسه الا بعد خروجه بالفعل كما يفيده التعبير بالماضي بخلاف المضارع، ولانه يرد على عموم هذه النسخه الدود وكل متصلب لم تحله المعده كما مر. قوله وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم واجب. كويس؟ يبقى كل الأبوال والأرواث نجسة خلاص، طب ازاي أطهرها أغسلها؟ وهذا الغسل حكمه ايه؟ واجب. طب وهل واجب على الفور؟ يعني بمجرد وقوعها على الثوب لازم أعملها دلوقتي؟ طب افرض ان انا هعملها بعد ساعة، أقسم ولا لازم على الفور؟ ولا ينفع التراخي؟ يعني متى يكون الوجوب على الفور ومتى يكون على التراخي ومتى يتضيق؟ دي مسألة تانية. فهو خلاص واجب، واجب ان انا اغسل موضع النجاسة. طيب هل واجب اغسلها دلوقتي حالا؟ ولا ممكن اجلها بعد ساعتين؟ ولا بعد ثلاثة؟ ولا قبل ما اقوم اصلي؟ فهمت ازاي؟ ادي المسألة. وغسل جميع الابوال اي غسل مصاب ذلك بمعنى المحل. طبعا وانا هغسل البول همسك البول اغسله ولا بغسل المحل اللي وقع عليه؟ بغسل المحل. يبقى ما بيقول غسله جميع الابوال يعني المحل اللي وقعت عليه جميع الابوال، يبقى بيتكلم على المحل، اي غسل مصاب بذلك بمعنى المحل الذي اصابه شيء من ذلك، فهو على تقدير مضاف، لان نفس الابوال والارواس لا تغسل وانما يغسل مصابها.
سواء يغسل مصابها سواء كان ثوبا أو بدنا أو غيرهما. قوله ولو كان من مأكول اللحم، يعني حتى لو البول ده بول مأكول لحم، حتى لو الروس ده روس مأكول اللحم برضو يغسل لأنه نجس عندنا، غاية للرد على الإمام مالك القائل بأن ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهران، وكان الأولى أن يقول ولو كانت من مأكول اللحم بدل ما يقول ولو كان، كان يقول ولو كانت، لأن الأبوال والأرواز جمع وكل جمع مؤنث، مش كده برضو؟ فبيقول لي قال ولو كان، مع أن كان الأولى يقول ولو كانت لأن الأبوال والأرواز جمع وكل جمع مؤنث، كان هقول ولو كانت وخلصنا. والأولى أن يقول ولو كانت من مأكول اللحم لأن كل من الأبوال والأرواث جمع، لكن الشارح جعل الأبوال قسما والأرواث قسما فرح سنة باعتبار أنها قسمين، فالتثنية باعتبار أنها قسمين، فالتثنية باعتبار كونها قسمين. قوله واجب أي لا فورا، يعني مش واجب فورا، ليس واجب على الفور، يعني انا ماشي في الشارع وجالي شويه نجاسه على الثوب بتاعي، واجب ان انا ادور على حافيه في الحال واروح اغسل الثوب ولا اقول لما اروح البيت؟ فهمت ازاي؟ مش واجب على الفور، اما اروح البيت. فهمت ازاي؟ يبقى لا فورا واجب بس لا فورا. ان لم يعصب التنجيس، امتى يعصب التنجيس؟ ان هو يجيب النجاسه ويلطخ نفسه بيها، ساعتها هنا عاصي، وساعتها اغلظ عليه واقول له فورا تنظف نفسك فورا، لان يحرم التضمخ بالنجاسه عند المسلمين. فاذا فعل شيء محرما اضيق عليه اقول له فورا تنظف نفسك، ازاي تتضمخ بالنجاسه؟ فهمت ازاي؟ لكن جات له بلا قصد عفوا نقول له لا، لا يجب الا عند ارادتك الصلاه، فهي ليست على ايه؟ على الفور، بل على التراخي، تجب فقط غسلها اذا اردت ان تصلي. يعني ولو كانت الأبوال والأوراس دول من مأكول اللحم، أي لا فورا إن لم يعصب بالتنجيس كأن أصابه بلا قصد ولو من مغلظ، ولو أصابه بلا قصد ومن مغلظ يعني نجاسة كلبية أو خنزيرية برضو لا يجب غسلها على الفور، وإن كان يجب فيها التسبيع لكن لا يجب غسلها على الفور طالما بلا قصد، باعتبار خلافا للزركشي. الامام الزركشي قال المغلظ بس يجب غسله على الفور، المغلظ بس حتى ولو لم يغسل، ده الامام الزركشي، لكن قال لك لا، الراجح غير خلاف ما رجحه الزركشي. بيقول في اثناء الصلاه حمامه عملتها عليه، كويس، يبقى حكمها انه هيكسر زي ما بيقولوا. إذا كان في مكان يصعب الاحتراز، يعني إذا كان في فسحة المسجد والمسجد كان متسعا وله مكان غير مسقوف والمسجد ممتلئ عن آخره، فصلى في فسحته فيعفى عنه ويكمل، بس المسجد ممتلئ، لكن المسجد مش ممتلئ، الحتة المسقفة سايبها فاضية، واقف لي أنت في الطل وعملتها عليك أقول لك روح اغسلها، إيه اللي وقفك في الطل هنا؟ ما كنت دخلت. فهمت بقى ازاي؟ يبقى المسألة يختلف، هل انت بسبب تقصيرك ولا بسبب عدم تقصيرك؟ ان كان بسبب تقصير منك المسجد الحرام مفوسة، تبقى واقف في المطاف كده، سبحان الله الحمام اللي هناك يا اخي نظيف، عمرنا ما شفناه عمل، لكن لو فرر عمل ما هو خلاص يصعب الاحتراز، فنجسة يصعب الاحتراز منها يعفى عنها، وبعد الصلاة روح اشتف سهلة؟ طيب. إذا قلنا يعفى عنها يبقى الصلاة صحيحة، وقلنا لا يعفى عنها يبقى الصلاة تبطل. فهمت إزاي؟ إحنا قلنا يعفى عنها في بعض الظروف، ولا يعفى عنها في ظروف أخرى على حسب. زي أنت تخش الجامع تلاقي الجامع كله حلو نظيف، والحتة اللي بره الجامع هنا عليها زرق طيور عاملينه من الشجر، عاملين، تروح انت واقف لي مصلي فيها والجامع فاضي جوه،
اقول لك صلاتك باطله، انت صليت على حته نجسه. فهمت؟ لكن يوم الجمعه والجامع كله ممتلئ، مفيش مكان، وجيت انا على اخر لحظه لقيت الحته دي بس اللي فاضيه، صليت عليها، صلاتك صحيحه. فهمت بقى المساله؟ امتى تصلح وامتى؟ يبقى اذا صعب الاحتراز تصح الصلاه، لانه ما جعل عليكم في الدين من حرج. تيسيرا اذا سهل الاحتراز يبقى تبطل الصلاه. سهله؟ هيزيلها ازاي؟ هيبقى معاه كوز ميه. ده ما ينفعش بمنديل، لازم يغسل. هي النجاسه بتتشال بمنديل؟ انت منين؟ النجاسه ما بتتشالش بالمنديل، لازم بالميه. لازم بالميه، مفيش حاجه اسمها بمنديل. ما ينفعش، هيقعد يغسل وهو بيصلي؟ هيغسل وهو بيصلي؟ يبقى اقف في طشت. ما ينفع. او قلد الملكية. بس هل اللي عملها من فوق ده كان مأكل لحمة ولا كانت حداية؟ انا ايه عرفني بقى؟ ولا هدهد؟ طيب ما دي مشكلة تانية. يبقى لازم قبل ما يعملها يقول لي انا حمامة. عشان ابقى ملكي. فالحكاية لازم تبقى ايه، انت يعني الخروج من الخلاف مستحب. انا قلت لك طالما انت في حتة يصعب الاحتراز خلاص عديها، وبعد الصلاة اغسل. ما تعيدش الصلاة في مكان يسهل الاحتراز وانت قصرت، يبقى اخرج من صلاتك بطلت واغسلها وابتدي صلاة جديدة، تبقى كده سهل. ما هو ما غير مأكل اللحم نجس بالإجماع، ومأكل اللحم في الملكية قالوا انه طاهر. طيب ما انت علشان مش عارف، اذا اختلط الحلال والحرام غلب الحرام. انا واقف في الطل بره ونزلت عليا حاجه ما يمكن من حدايه يا اخي، انا ايه عرفني انها من عصفوره؟ في صعوبه الاحتراز خلاص احنا قلنا في فسحه المسجد، في فسحه المسجد اذا اتسع المسجد امتلأ المسجد وما فيش الا الفسحيه دي وصلى فيها عشان يدرك الجماعه خلاص. مالوش دعوه يسال، مالوش دعوه يسال. فهمت؟ خلينا نخلص الحته دي عشان ما ناخرش الناس، فاضل لنا خمس دقايق ونقيم الصلاه. بيقول واجب اي لا فورا ان لم يعصب التنجيس كان اصابه بلا قصد ولو من مغلظ، ولو اصابه بلا قصد من مغلظ يعني من كلب او خنزير، برضه لا يجب على الفور. ممكن يجب بس على التراخي لما يريد الصلاه، خلافا للزركشي اللي هو قال لو من مغلظ يجب على الفور، او من نحو فصد او وطئ مستحاضه. يعني اصابه من نحو فصد يعني ايه؟ يعني عنده جرح بيخر بينزل دم اللي بينزل منه، او وطئ مستحاضه، مراته مستحاضه بتنزل دم على طول فوطئها فاصابه دم من دمها، واخد بالك؟ يبقى دي برضه نجاسه. ولو في حال جريان الدم، كل ده لا يجب غسله على الفور لانه بلا قصد. هو لما اتى زوجته لا يقصد ان هو يعني يتضمخ بدم حيضتها، فهمت؟ لان هي اصلا مستحاضه والدم ده نجس، لكن مش قصده هو يتضمخ بيه، فيبقى لا يجب غسله على الفور. كل دي لا يجب غسله على الفور، لكن يجب غسله اذا اراد الصلاه على الفور بقى. لكن طول ما فيش وقت صلاه فاضل ساعتين والاذان يدك ما يجراش حاجه، بعد ساعتين نبقى نغسل. ولو في حال جريان الدم، او لبس ثوبا متنجسا، او لبس ثوب متنجس وراح بشغل وهو ماشي الدنيا حر بيعرق، فالعرق بيبل الثوب يقوم ينقل النجاسه، يبقى صارت النجاسه هنا منتشره لان بقى ايه في وسط رطب. كل ده لا يجب غسله على الفور برضه، فلا يجب غسل ذلك فورا بل عند اراده نحو الصلاه. بس يجب امتى؟ عند اراده نحو الصلاه. نحو الصلاه ليه ما قالش الصلاه وسكت؟ يعني الطواف، الصلاة كل ما يجب فيه طهارة البدن والثوب، زي طواف، زي صلاة، زي قراءة قرآن، لا مس مصحف، لا ما لم تمسه بالحتة النجسة. أنا طاهر ومتوضي وثوبي فيه نجاسة ومسكت المصحف بإيدي وإيدي ما فيهاش نجاسة، يجوز؟ مفيش حاجة. يبقى نحو صلاة أو طواف. ويتضيق بضيق الوقت، نقول له ليس الوجوب على الفور بل على التراخي، ويفضل التراخي ده يتضيق كل ما يضيق الوقت ويجي وقت الصلاه. الصلاه فضل عليها ساعتين، نقول له براحتك بعد ساعتين اعملها. بقى الصلاه فضل عليها ساعه، نقول له بعد ساعه اعملها، بيتضيق اهو.
الصلاة فضل عليه نص ساعة، نقول له فاضل لك نص ساعة واغسل. الصلاة دلوقتي، يبقى دلوقتي، يبقى يفضل يتضيق لحد ما يقرب وقت الصلاة. فهمت ازاي؟ ويتضيق بضيق الوقت، او هينتهي وقت الصلاة، يعني الظهر ادا في اول الوقت، نقول له براحتك هتصلي الوقت ولا مشغول في شغلك ولا هتصلي كمان نص ساعة، ما احنا قدامنا ساعتين ونص على ما العصر ادا. فهمت ازاي؟ نقول له خلاص ما يجراش حاجة، اما تخلص اللي في ايدك ابقى صلي، لان حضور الجماعة الاولى مش فرض عين. فهمت ازاي؟ لكن ممكن يصلي بعد ساعة، بعد نص ساعة، نفضل نقول له كده بعد ساعة، بعد نص ساعة، لحد ما يبقى الوقت التاني هيجي، نقول له ساعتها قوم الحق بقى على الفور عشان يلحق، وإلا هيدن عليه العصر ولسه ما غسلش النجاسة وما صلاش الظهر. فهمت؟ فإن عصى بالتنجيس، لو كانت النجاسة دي بسبب معصية هو عاملها، يعني جاب النجاسة حطها كده بإيده متعمد، كأن لطخ المكلف بدنه بالنجاسة بلا حاجة، كما يفعله بعض العوام حيث يلطخون أبدانهم بدم الضحايا. ساعات كده يروح دبح ذبيحة ويروح ماسك الدم كده ويحط على هدومه، قال يعني علشان العين يعني، يبقى هنا لطخ بدنه بدم الضحايا، والدم ده احنا عند الشافعية نجس، يبقى نقول له في الحال اجري اغسل وشه، لانه هنا متعمد ايه وطمخ نفسه بالنجاسه. فهمت؟ دم ماكول اللحم طاهر برضو عند الملكيه، عند الملكيه ده من باب اولى، البول والروث اشد، مش كده برضو؟ طيب، وجب غسله فورا لما يبقى عصب التنجيس، يبقى وجب غسله فورا خروجا من المعصيه، بخلاف الغسل من الجنابه فانه لا يجب فورا. الغسل من الجنابة لا يجب فورا إلا لإرادة الصلاة أو تضييق الوقت، ولو كانت جنابة من زنا. شوف قد إيه، حتى ولو جنابة من زنا ما نقولوش شيلها في الحال أحسن، ده كده زنا، لأنه هو كان عاصي لحظة الزنا، لكن بعد ما خلص الزنا ما بقاش عاصي، بقى جنب بس. فهمت إزاي؟ بخلاف المتلطخ بالنجاسة عاصي على طول، طول ما هي على جسمه عاصي، طول ما هو ماشي وهي على جسمه عاصي. فهمت ازاي؟ فبيقول لك دي بخلاف دي. فإنه لا يجب فورا وإن عصى بالجنابة كأن حصلت الجنابة من زنا، والفرق بينهما أن انتهاء المعصية في الجنابة لأن المعصية حصلت بالزنا وقد انقضى، بخلاف التضمخ بالنجاسة لأنه ما دام متضمخا بالنجاسة فهو في معصية. ونقف على كيفية غسل النجاسة، ازاي بقى يغسل النجاسة؟ المرة الجاية هنغسل إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.